طلاب الأحبة أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة أحباب قلبي ها نحن اليوم بيوم الاثنين تاريخنا لهذا اليوم ثمانية من شهر ثلاثة سنة 2021 أحبابي نتعلم عن بعد بكل متعة وشغف وها هو قلب الأول واحد الكبير وقلب الأول اثنان صفان صفان الأوائل المتميزين حبايبي تعطى نكمل اليوم بموضوعنا الإشارات يساوي أكبر أصغر بين تمرين وعدد إحنا مكملين إشي بسيط بدي أشرح عشان بدنا ننتقل على موضوع جديد هاتوا ننتقل لكتابنا كتاب مسارات أين أنت يا مسارات ها هو أحبابي أشرح لكم على السريع هاي الصفحة والتالي عشان نبدأ بموضوع جديد مطلوب منا بهذا التمرين إنه اسمعوا تنشوف شو المطلوب أراد رمزي قضاء وقته في منتزه إحنا من كل متنزه باللغة العربية الفصحى كان معه عشرين شاقلا أراد أن يشتري بوضة ويحتفظ بثمان شواقل للتجديف في البحيرة دي. رمزي كان مع مبلغ اللي قيمته عشرين شيكل بهال 20 شيكل رمزي بده يشتري بده يختار بوضة بده يشوف مين البوضة الملائمة له وبده يخلي معاه مصاري باقي عشان يروح على البحيرة ويروح يجذف هناك بالمجداف طيب تعالوا تنشوف بترك لكم طبعا حل هذا التمرين في عنا بالتمرين اللي بالجهة المقابلة من نفس التمرين 11 أي بوضة يستطيع رمزي أن يشتري أشير به أكبر أصغر أو يساوي انظروا هون مرتبات البوظة بحسب ترتيبها هون بقائمة الأسعار في عنا البوظة اللي سعرها سبع شواكل بلشوا فيها في البند ألف في البند با هيها بوظة الشوكولاتة البند جيم الكأس مع الشوكولاتة مع التوت وهكذا بدنا نحل التمرين عشان نقدر نحل التمرين أنا طبعاً بحط الثم اللي بضحك وكثير مهم جدا نحط هذا الثم او الصحن اللي بضحك عشان اقدر انا احل التمرين بحله عشرين ناقص سبعه حتى نفكر مثل ما انا بقول تعالوا تعالوا نقول لو احنا بدنا نفكر من العشره الاولى للعشره الثانيه اذا انا بكيم من العشره سبعه قديش رح يضل عندي؟ ثلاث جميل جدا طب اذا بكيم من العشرين سبعه راح يظل عندي ثلاثة عشر أو بقول أو بقول العشرين عبارة عن عشرة وعشرة صحيح؟ كيمو من العشرة الأولى سبعة رح يضل هاي الثلاث والعشرة الثانية إياها محطوطة هون جميل جدا في عدة طرق للحل إذا بحط الإشارة المناسبة مين أكبر 13 ولا 8 13 يعني هون راح يظل مع مبلغ ورح يستطيع أنه يشتري هاي البوضة اللي ثمنها سبع شواكل بحل باقي البنود أحبائي وحلو تربطه مثل ما أنا بكين من العشرة ثمانية بظل عندي اثنين إذا أنا بكين من العشرين ثمانية راح يظل عندي اتناش وهكذا أربطوا حبابي وانتبهوا أنه الصحيح في كل التمارين هو عشرين إذا هاي الصفحة صفحة بسيطة وسهلة ومكملة بالموضوع اللي تعلمناه امبارح. أما تمرين 12 فهو الكتابة السرية، شوفوا شو الشكل اللي عندنا هون، تعلمنا في الهندسة عدوا معي الأضلاع واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة إذا هذا الشكل هو سو له ست أضلاع وستة رؤوس اتذكروا حبايبي بدنا نعود محل الشكل السداسي لعدد 12 وين حل انظروا ان عندنا هون الأعداد صفر اثنين أربعة ستة الأعداد هي زوجية اللي هي أحد القسمان نيجي هون على البند باع عندنا الشكل هون في له ثلاث أضلاع وثلاث رؤوس وهو مضبوطة بشكل ثلاثي سميناه مثلث، بعوض محل المثلث 18 وبحل. أما حورية تحرية، طلعوا بزي مش أنا أتعب حالي وأقعد أقول أسود 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 أصفر، لا. السرب الأول أسود ثلاث، السرب الثاني اثنين أسود أو طبعًا رمادي، والسرب الثالث واحد. ثلاث اثنين واحد، ثلاث اثنين واحد، ثلاث اثنين واحد، والمتبقيات أنا بلونهن بالأصفر، خلونا هيك يكون فكرنا يشتغل سريع. أما التمرين أو الموضوع التالي <applause> اللي هو عند البندل، تمارين سلسلة، بدي أنتقل كمان مرة على العارضة عشان نروح على تمرين سلسلة ونفهم شو يعني تمارين سلسلة. هاتوا تنتقدم هي الموضوع تمارين سلسلة وانا تعمدت اني انا امرق على السريع على الصفحات السابقة هات نشوف شو يعني تمارين سلسلة لما انا في عندي تمرين سلسلة يعني في عندي اعداد اكثر من عددين اكثر من اني ما اقول واحد زائد واحد خمستاش زائد اني اجمع عددين او اطرح عدد من عدد بالعكس هون في عندي عملية حسابية أو عمليات حسابية مختلفة إما جمع أو طرح وأعداد أكثر من عددين تعالوا تنشوف يلا هاي ماشا الحلوة اللي بتحبوها وبتعرفوها مرحبا يا ماشا كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان كانت ماشا مبسوطة كثير 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 ليش؟ لأنها كان جا بالها تلعب لعبة البنانير كان مع ماشا هاتو تنعد كم بنورة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة كان مع ماشا خمس بنورات حلوات كثير كيف ماشا هي مطيبها ماشة ماشا الحلوة شوكولاتة يا ناس إذا كان مع ماشا خمس حبات بنانير راحت لعبت مع صديقها الدب وفازت ماشا حصلت على كمان واحد أين أنت يا فارتي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة إيه كان مع ماشا خمسة ربحت كمان خمس بنانير يا سلام كديش أنا فخورة فيك يا ماشا هاتو كمل طيب ردت لعبة كمان مرة مع الدب الدب بده هو يفوز ماشا بتقوله فش أنا اللي بدي أفوز لعبة كمان مرة وفازت أيضا بأربعة بنانير انظروا جيدا كان معها خمسة بنانير لعبة فازت كمان مرة أضافت خمسة بنانير وكانت لعبة كمان مرة في المرة الثالثة فازت باربع بنانير اذا انا بدي اكتب هسه تمرين مثل ما انا حكيت قصه هاي القصه بدي امثلها اجسدها بتمرين رياضي مش رياضي يعني حركي يعني جمع وطرح تعالوا تنشوف ركزوا معي هي التمرين كان مع ماشا خمس بنانير وهي الخمس الاولى لعبت ماشا وفازت كمان خمس بنانير إذا زادت على الخمسة الأولى كمان خمسة صار عندنا خمسة زائد خمسة ردت ربحت كمان زائد أربع بنانير هي الصورة اللي بتح الصورة اللي في الأسفل هاتوا تنجيب قلمي إذا هاي الخمسة الأولى هون شايفينها هي الخمسة الأولى ربحت كمان خمسة هي الخمسة الثانية ثم كمان أربعة وهي كمان أربعة وكيف أنا بحل حبايبي هاتوا تنشوف خمسة زائد خمسة بحط الثم المبتسم خمسة زائد خمسة عشرة الآن أنا بجمع العشرة اللي فوق مع الأربعة عشرة زائد أربعة أربعتاش أو أربعة عشر هاتوا تنشوف مثال آخر شكرا إليك يا ماشا بسطت كثير أنا وياكي والأول واحد والأول اثنين هاتوا تنكمل ننتقل بسم الله الان في عنا عصافير على الشجره ركزوا معاي في عندي على الشجره هون عصافير وفي الاسفل على الارض في كمان عصافير كم عصفور عندي على الشجره يا حلوين واحد اثنين ثلاث اربعه اذا على الشجره عندي اربع عصافير طيب بعدها شو صار ركزوا طار العصفور الاول وين راح هذا على الشجرة الأولى وهذا العصفور الثاني كان عندي أربع عصافير بعدها بعديها طاروا كمان عصفورين وقفوا كمان على الشجرة كان عندي أربع عصافير كمان عصفورين أجوا ووقفوا على الشجرة ثم أجا كمان عصفور لحاله ووقف على الشجرة مرة أخرى كانوا أربعة أجوا اثنين بعديها أجا واحد إذا التمرين المناسب هو كالتالي هاتوا أجيب قلمي هي هذول أربع عصافير واحد اثنين ثلاث أربعة هذول الأربع عصافير كانوا على الشجرة هاي الأربعة الأولى ثم بدي أجيب لون مختلف عشان نميز أجوا كمان عصفورين اللي هني هذول باللون الأزرق كانوا أربعة أجوا كمان عصفورين ثم أجا كمان عصفور لحاله مبسوط بده ينضم لهم هي اللي واحد لحاله، إذا كم عصفور أصبح على الشجرة؟ كيف بعمل؟ أربعة زائد اثنين بمشي بالترتيب، أربعة زائد اثنين ستة، والآن أنا بجمع اللي فوق هي الستة مع الواحد، ستة زائد واحد بيعطيني سبعة، إذا على الشجرة كلياتها في سبع عصافير، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. جميل جدا شكرا يا عصافير يا حلوات إلى اللقاء والآن شوفوا شو بده يصير هيا بنا كان عنا في ساحة المدرسة أولاد قاعدين بيلعبوا مبسوطين تعالوا تنعد كم عدد هالأولاد والبنات أولاد يعني صبيان وبنات هاتوا تنعدهم منبلش من هون واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة هذول الأولاد السبعة كانوا مبسوطين وبيلعبوا وبيغنوا كيفين انضموا لإلهم كمان بنتين هاي البنتين الشطورتين الحلوات قالوا إحنا كمان بدنا نلعب معاكم أجوا كمان هذول البنتين يلعبوا معهم في ساحة المدرسة كانوا سبعة انضموا كمان بنتين بعد ما لعبوا وتعبوا في ثلاث بنات حبين إن خلصت عبن بدنا يفوتن على المدرسة يشربن مي تعالوا تنشوف هذول الثلاث بنات شايفين هن واحد اثنين ثلاث هي هون قررن انهن يدشرن اللعب يفوتن على المدرسة عشان يشربن مي كمان مرة كان في عنا سبع أولاد انضموا لإلهم بنتين وبعديها ثلاث بنات راحوا على المدرسة إذا التمرين الملائم هاتوا تنشوف هاي سبع أولاد زائد البنتين هيهن اللي انضمين لإلهم ثم هذول الثلاث بنات قررن إنهن روحن كانوا سبعة زادوا اثنين بعدين ناقص ثلاث هذول الثلاث دشرنهم راحوا من عندهم إذا ناقص ثلاث كمان مرة سبع أولاد زدنا بنتين بعدين ناقص ثلاث ثلاث بنات قررن إنهن يدشرنهم ويروحن على المدرسة كيف أنا بحل هذا التمرين؟ هي قلمي ببلش بالترتيب سبعة زائد اثنين تسعة جميل جدا الآن أنا بعمل هاي العملية الحسابية هاي التسعة مع ناقص ثلاث أنا ما استخدمتش الإشارة مشان هيك أنا بستخدم الناقص تسعة ناقص ثلاث كانوا تسعة مزبوط كلهم مع بعض هون ناقص ثلاث هذول الثلاث بنات طلعن رحن على المدرسة إذا تسعة ناقص ثلاث النتيجة هي ستة. حبايبي هذا هذا هو موضوع ايه تمارين السلسلة بسيط وسهل، حلو بس نركز نتخيل إنه الموضوع مثل قصة فراح يكون كثير سهل علينا، تعالوا نتقدم تعالوا كمان مرة ونروح لكتابنا كتاب مسارات، هيا يا كتابي. نعود أدراجنا لكتاب مسارات. خليكم معي بس ثواني. هي الكتاب، بسم الله. هاتوا تعالوا احنا رجعنا على نفس التمرين بدي اكبر شوي الشاشه اللي هو تمرين سلسله يلا بيقولنا يجمع تلاميذ الصف بطاقات رسمت عليها تنانين بيلعبوا تن... لعبه التنانين شوفوا التنين وين متخبي حتى نشوف شو مطلوب منا يلعبون بها في الفرص طبعا هاي البطاقات يربحون ويخسرون ركزوا منيح بيربحوا وبخسروا لما هم بربحوا هم بيضيفوا بطاقات ولا بتروح منهم البطاقات بضيفوا بطاقات صحيح جميل جدا ولما بيخسروا تخيلوا انا معي بطاقات اما تاكي او بطاقات التنانين انا وانا العب او شدي خسرت يعني نقص من بطاقاتي ما ضلش عندي بطاقات كم بطاقة يصبح مع كل تلميذ وتلميذة في نهاية اليوم الدراسي؟ أكملوا في الجدول بدي أكبر كمان الصورة ممتاز بدي أحضر قلمي بدي أختار اللون الزهري يلا إيه. انظروا جيدا في هذا العمود في عنا أسماء الأولاد والبنات الحلوين تامر عزيز ونجوى هون في الصباح قديش كان معهم في البداية وهون في الفرصة الأولى ربحوا خسروا هسا منشوف وهون في الفرصة الثانية كمان ربحوا خسروا هسا منشوف حبايبي مهم جدا نعرف انه احنا بالحساب بنكتب العمليات الحسابيه من الجهه اليسار مشان هيك التمارين هي موجوده بجهه اليسار. جميل جدا هاتوا تنشوف، لما انا عندي وجه مبتسم معناها ربيحة انا ربحت او تامر ربح، ولما عندي هون الوجه حزين معناها خ ر، يعني خسر. يلا نبلش. تامر. تامر كان معاه في الصباح 11 بطاقة 11 بطاقة ركزوا كثير منيح تامر مع 11 بطاقة أجعل مدرسة فتح شنطته مع 11 بطاقة حلو؟ في الفرصة الأولى زي ما عنا فرصة أولى فرصة ثانية الفرصة الثانية قصيرة هي خمس دقائق الفرصة الأولى اللي هي استراحة الطعام لعب وشوفوا مبتسم هون ربح تامر خمس بطاقات إذا تامر كان مع 11 بطاقة في الفرصة الأولى ربح خمس بطاقات في الفرصة الثانية خسر ثلاث بطاقات ركزوا منيح تعالوا تعالوا نشوف هاي الفرصة أول إشي تامر حضر على المدرسة كدش معه 11 بطاقة حلو؟ بعديها ربح لما أنا عندي ربح معناها زائد ولا ناقص؟ هو زاد ولا ناقص لما هو ربح؟ هو زاد زاد خمس بطاقات إذا كان مع 11 زاد خمس بطاقات أما في الفرصة الثانية فخسر يعني ناقص نقص منه ثلاث بطاقات كيف أنا بحل هذا التمرين ببلش بالترتيب دائما بالترتيب أحداش زائد خمسة 11 براسي بزيد خمسة أو أحد مع أحد والعشرات اللي ظلت لحالها بحطها واحد والخمسة بدي أجيب لون مختلف ثواني بس واحد وخمسة ستة والواحد اللي ضلت اللي هي العشرات صار عندي ستاش الآن انظروا جيدا أنا عندي هاي الستاش مع هاي الثلاث ستاش ناقص ثلاث كم من الستاش ثلاث سريع ثلاث ستاش جميل جدا بقدر كمان أحد مع أحد ممتاز إذا كدش تبقى معاه ثلاثة عشر بطاقة كمان مرة تامر كان معاه عشر بطاقة اللي هي هون ربح خمس بطاقات يعني زائد خمس بطاقات ثم ناقص ثلاث بطاقات لأنه خسر تعالوا تنشوف عزيز تعالوا تاني نشوف عزيز على السريع مناش نتأخر على طلاب الحلوين عزيز كان معه 17 بطاقة كان معه في البداية 17 بطاقة هاي 17 بطاقة هون عنا طلعوا حزين حزين يعني خسر كم بطاقة؟ خسر ناقص ثلاث بطاقات وكمان مرة في الفرصة الثانية كمان مرة خسر كم؟ أربع بطاقات. هلا بترك بترك لكم الحل حبايبي بس مهم تعملوا لي هون الثم هذا اللي بضحك حتى لو إنه خسر عزيز إحنا بدنا نضحك ونبتسم بنشوف قديش 17 ناقص ثلاث ثم النتيجة اللي في الأعلى أنا بنقصها مع هاي الأربعة وبكمل عند نجوى. بنتقل على الصفحة التالية طبعاً أنتوا بتكملوا حبايبي هاي الصفحة الصفحة التالية بالضبط زيها حبايبي انتبهوا كثير منيح احتمال مرة نربح احتمال مرة نخسر 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 نربح نربح بحسب هاي دلال جواد ياسر مروة مثلاً مروة كان معها عشرين خسرت خمسة وخسرت خمسة ياسر كان معها ستاشة ربح أربعة ثم خسر سبعة كثير ركزوا خسر يعني ناقص يعني إن كان منه خسر ربح يعني زاد يعني أضاف صار معه أكثر بطاقات عدد بطاقات الصفحة التالية بدنا نحلها سوا نشوف منبلش من هون كان مع وسام في الصباح عشر بطاقات هاي اللي هذا التمرين كله لوسام تعالوا تنشوف شو المطلوب منا كان مع وسام في الصباح عشر بطاقات انظروا في في جميع التمارين عشر, عشر بطاقات عشر بطاقات عشر بطاقات في المراحل الثلاث في نهاية اليوم الدراسي أصبحت معه عشر بطاقة حلو؟ كيف حدث ذلك؟ جدوا إمكانيات مختلفة أنا حابة نحل ثنتين ونخلي الثالثة للطلاب الحلوين بدي أنتوا أو أحل واحد وأنتوا تكملوا هاتوا تا أجيب بس قلمي عذرا أين أنت يا قلمي بدنا لون اه ليلكي يلا. في الصباح كان معه عشر بطاقات طلعوا هي هالعشرة بدينا فيها كان معاه عشر بطاقات ربح في الفرصة الأولى ربح اثنين ربح يعني زاد طلعوا زاد ولا بنقص أنا لما هو بربح إذا أنا كان معي عشرة وأنا ربحت أنا أضفت اثنتين إذا هون زائد تذكروا إذا زائد اثنين في الفرصة الثانية شو بتحبوا تختاروا بدكم ربح ولا خسر بس بدكم تعرفوا إذا حطينا ربح أو خسر لازم أوصلها لـ 14 عشان أعرف أنا مزبوط عندي أنا بدي أختار الأعداد ولكن مهم جدا ان يكون عندي بالأخير النتيجة 14 بطاقة، فعشان أعرف شوفوا شو بعمل. عشرة زائد 2 12 جميل جدا. طيب بسأل حالي مدام وصل هو إيه وسام لاتناشر 12 بطاقة. 12 كديه غلطت تصير 14؟ أو أكيم منها أحط ناقص ولا أزيد عشان تصير 14؟ مين أكبر؟ جميل جدا ال 14 أكبر كل الاحترام إذا 12 لازم أزيد أول إشي أنا ما بعرفش قديش أزيد ولكن أنا بعرف إنه 12 بدي أزيد عليها أعداد عشان توصل 14 مش أنقص منها لأنه ال 14 هي الكبيرة لأنه بتمرين الجمع هي الصحيح أبو عضلات هي الصحيح أبو عضلات شايفينه هي 12 قد إيه بدها تصير 14 كيمو من ال 14 كم عدد عشان تصير 12 إف اثنان جميل جدا اذا هون كمان مرة اذا هون كان معنا عشر بطاقات ربح ثنتين صاروا اثناش ربح كمان ثنتين صاروا اربعتاش شكرا يا ببغاء بتعلم معنا حساب مرة اخرى كان معنا عشر بطاقات ربح وسام بطاقتين صاروا 12 ربح كمان بطاقتين فصاروا 14 بدي أحل كمان وحدي أنا حابة أنكم أنتوا تجربوا كمان وحدي هاتوا تاني نشوف بسم الله كان عندنا عشر بطاقات هاتوا تاني نختار اذكروا أنا بدي الصحيح أبو عضلات يكون 14 يا أبو عضلات يلا تعالوا تاني نقول أنه في البداية مثلا ربح يلا فكروا معاي ربح عشرة شو رأيكم كان مع عشرة ربح عشرة لما كان عشرة وربح عشرة يعني عشرة زائد عشرة حلو تعالوا تنشوف عشرة زائد عشرة يا حلوين عشرة زائد عشرة عشرين لحد الآن معنا عشرين بطاقة والآن أنا شو أعمل وين الصحيح هون هون ولا هون وين الصحيح عشرين بدي أوصلها للأربعتاش هل أزيد ولا أنقص عشرين أزيد ولا أنقص عشان تصير أربعتاش؟ طبعا بدي أنقص، كديش أنقص؟ كديش كم من العشرين بضل عندي أربعتاش؟ خذوا العشرة، كديش كم من العشرة عشان يضل عندي أربعة؟ ستة جميل جدا، إذا عشرين ناقص ستة راح يضل عندي أربعتاش، إذا في المرحلة الثانية هو خسر ست بطاقات وصفى معاه يعني تبقى معاه 14 بطاقة، إذا التمرين 10 زائد 10 ناقص 6، 10 زائد 10 هي 20، بكي من ال 20 6 بضل عندي 14 بطاقة. أنا حابة حبايبي أنتم تكملوا تحاولوا بهمش البند الأخير، لكم حرية الاختيار في في الربح وفي الخسارة، ولكن مهم جدا إنه نرجع ل- العدد 14، تمام؟ حبايبي كان هاي حصتنا لهذا لهذا اليوم يعني انتوا معكم وظيفي هاتوا تعالوا نشوف بدي اصغر الصفحة عشان تشوفوا بالضبط شو الصفحات المعطية معانا وظيفي كمان مرة احنا هون بلشنا من صفحة 134 135 هو تمارين سابقة اللي تعودنا عليها موضوع جديد هاي الصفحة الثالثة 136 137 و138 حبايبي القاكم على خير باذنه تعالى انتهت حصتنا لهذا اليوم احبكم كثيرا 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 والى اللقاء حبايبي طلاب الاول واحد وطلاب الاول اثنين بحبكم كثير الى اللقاء